أجسام غريبة أو أطباق طائرة، ماذا يسبح في المجال الجوي الأمريكي؟ التفاصيل في هذه الحلقة. سعيد باي يتألق في فيديو كليب دراغانوف. دنيا بطمة تخطف الأنظار من جديد. أسماء المنور عن الحب، بغيتو مغربي ولد بلادي. قبيلة حفلي الغنائي رصاصة تودي بحياة رابور شهير. النجمة التركية هازال كايا ترزق بمولودة أنثى وتطلق عليها اسما عربيا شهيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. قبل بداية هذه الحلقة أطلب من كل المتابعين الكرام ألا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد، ولا تنسونا بترك تعليقاتكم التي أقرأها بعناية. أعاد تصريح قائد القيادة الشمالية بجيش الولايات المتحدة الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية مساء يوم الأحد الجدل حول وجود الكائنات الفضائية. لم تكن تصريحات الجنرال جليندي فانهيريك بشأن مصدر الأجسام المجهولة التي أسقطتها القوات الأمريكية بما فيها أن تكون من خارج كوكب الأرض من فراغ، بل هي نتاج لسنوات من البحث ومئات الساعات من المناقشات داخل الكونغرس الأمريكي. آخر هذه النقاشات التي تطرقت إلى وجود الظواهر الجوية غير المعروفة أو ما يعرف باسم المخلوقات الفضائية كانت الشهر الماضي عندما أصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية تقريرا عن ظواهر جوية مجهولة الهوية أو أجسام طائرة مجهولة الهوية أو أجسام غريبة. لم يلقى التقرير الكثير من الاهتمام في ذلك الوقت، لكن إسقاط الجيش الأمريكي منطادا صينيا في الرابع من فبراير وما تلاه من إسقاط جسمين طائرين مجهولين يومي الجمعة والسبت الماضيين في المجال الجوي للولايات المتحدة وكندا، ثم جسما طائرا رابعا مساء يوم الأحد فوق بحيرة هورون في ميتشيغان هذه المرة، أزال الغبار عن التقرير وأعاد الحديث حول وجود الكائنات الفضائية. وفقا لشبكة CNN فقد خلص تقرير مدير المخابرات الوطنية في شهر يناير إلى نتائج صادمة، حيث أشار تزايد عدد مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة بشكل كبير بين مارس وغشت من عامي 2021 و2022، وخلال هذه الفترة تم الإبلاغ عن 247 مشاهدة جديدة معظمها من قبل طياري وأفراد البحرية الأمريكية والقوات الجوية، وهو ما يقرب من ضعف 144 مشاهدة لأجسام فضائية مجهولة الهوية التي تم الإبلاغ عنها في فترة 17 عاما ما بين 2004 و2021. وأشار التقرير إلى أن الزيادة تأتي بعد تشجيع البنتاغون أفراد الخدمة للإبلاغ عن أي شذوذ يشاهد في السماء. الأمر تخطى أكثر من ذلك عندما أنشأ البنتاغون في يوليو كيانا جديدا للتحقيق في المشاهدات الموثوقة للأطباق الطائرة من قبل المجتمع العسكري والاستخبارات الأمريكية، والذي جاء ضمن مسعى جديد نسبيا من قبل الكونغرس والبنتاغون لفهم أكثر من 500 مشاهدة ذات مصداقية للأجسام الطائرة على مدار العقدين الماضيين. ووجد تقرير مجتمع المخابرات الأمريكية أن عددا كبيرا من تلك المشاهدات 163 كانت مناطيد أو كيانات شبيهة بالمناطيد، بينما كانت 26 لطائرات مسيرة، فيما عزي عدد غير محدد من تلك المشاهدات إلى مخالفات أو تباينات في أجهزة الاستشعار مثل خطأ المشغل أو المعدات. لكنه أشار إلى وجود 171 مشاهدة لأجسام غير محددة لم يتمكنوا من العثور على تفسير لها. بعض هذه الأجسام أظهرت خصائص طيران أو قدرات أداء غير عادية. بمجرد إثارة قضية الكائنات الفضائية تتبادر إلى الأذهان موضوع المنطقة 51 الأمريكية والتي لا تزال سرا غير معروف حتى يومنا هذا. المنطقة 51 قاعدة سرية للغاية تابعة للحكومة في صحراء نيفادا، ويعتقد بعض الأمريكيين أن القائمين عليها يجرون فيها أبحاث عن الفضاء الخارجي، بل ويتواجد بها كائنات فضائية وغيرها من الأدلة المتعلقة بالحياة خارج كوكب الأرض، نظرا لكونها تخضع لحراسة مشددة من قوات الجيش الأمريكي. وذكر تقرير لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن البعض يعتقد بوجود أطباق طائرة وكائنات فضائية في تلك المنطقة ضمن عملية تستر فيدرالية شاملة لإخفاء حقيقة وجود كائنات فضائية وسفن فضاء هناك. وازدادت شكوك أصحاب هذه النظريات بشأن إيواء الكائنات الفضائية في الثمانينيات، عندما زعم أحد الأشخاص أنه عامل في المنطقة وأن الحكومة تجري فحوصا لمركبات فضائية. وفي عام 2013 اعترفت الحكومة الأمريكية رسميا بوجود المنطقة. وفي ماي من العام
الماضي عقدت لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي أول جلسة استماع بشأن الكائنات الفضائية، وأدلى فيها مسؤولون عسكريون بشهادتهم. أوضح موقع الإذاعة العامة الأمريكي أن الجلسة التي بثت مباشرة على موقع اليوتيوب كانت الأولى منذ أكثر من 50 عاما حول ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة، أي من عام 1969. وخلال الجلسة عرض مسؤولو البنتاغون على الكونغرس مقاطع فيديو أميط عنها اللثام لأجسام غامضة تومض، وكشف النقاب عن 400 تقرير عن ظاهرة جوية مجهولة الهوية في السنوات الأخيرة. وجاءت المقاطع خلال شهادة نائب مدير المخابرات البحرية سكوت براي ووكيل وزير الدفاع للمخابرات والأمن رونالد مولتري. ولم يجد المحققون روابط خارج الأرض لطائرات أو أجهزة أخرى تطير على ما يبدو بسرعات أو مسارات غامضة، لكنهم سلطوا الضوء على الحاجة إلى جمع بيانات أفضل حول ما ينظر إليه الديمقراطيون والجمهوريون بشكل متزايد على أنه مصدر قلق للأمن القومي. أصدر مغني الراب المغربي عدنان ماهيو الشهير فنيا بلقب دراغانوف عمله الغنائي الجديد الذي اختار له عنوان ويلي. واختار دراغانوف الممثل المغربي سعيد باي ليكون بطل فيديو كليب أغنيته الجديدة، حيث جسد شخصية رجل مغربي مقهور يذرف الدموع بسبب المشاكل التي تراكمت عليها. ويشار أن أغنية ويلي استطاعت تجاوز حاجز 220 ألف مشاهدة في أقل من يوم واحد على الموقع العالمي يوتيوب. سرقت الفنانة المغربية دنيا بطمة الأنظار بإطلالتها خلال إحيائها أحد المهرجانات الخاصة بالقفطان المغربي التي احتضنتها مدينة فاس نهاية الأسبوع المنصرمة. وأطلت دنيا بطمة خلال هذا الحدث بقفطان ذهبي من البايت بقصة عصرية، وهي الإطلالة التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر الإنستغرام، قسمت آراء المتابعين بين معجب ومنتقد وساخر. شبه الكثيرون إطلالة دنيا بطمة بإطلالة الفنانة ليدي غاغا التي دائما ما تتسم إطلالتها بالغرابة وتخطف الأنظار، فيما اتهم البعض دنيا بطمة بمحاولة تقليد إطلالة جورجيا بحفل جوي أورز التي أطلت فيها بغطاء للرأس على طريقة القبة. على الصعيد الفني تستعد الفنانة المغربية دنيا بطمة لتنزيل أحدث أعمالها الغنائية زيديني التي صورت مؤخرا على طريقة الفيديو كليب، وهو العمل الذي يرجح كثيرون أنها ستتطرق من خلاله إلى علاقتها بطريقها المنتج البحريني محمد أتوك. حلت المطربة المغربية أسماء المنور قبل يومين ضيفة على برنامج هذا مكانك الذي يقدمه المنشطة التلفزية هشام الهويشة على قناة سي بي سي. تطرق الهويشة لموضوع الحب والارتباط خلال استضافة لملكة الأندلس كما يلقبها محبوها، وعما إن كانت تفضل الزواج برجل خليجي أم مغربي. أكدت المنورة أنها محاطة بالعديد من الأشخاص الذين يحبونها، على رأسهم نجلها الوحيد آدم الذي يعتبر أولوية بالنسبة لها، كما كشفت أنه يغير عليها ووصفته بالسيد. وبخصوص الزواج بخليجي أم مغربي، صرحت المنورة قائلة: أنا تنفضل يكون مغربي، بغيت ولد بلادي علشان اللهجة، وسط تفاعل الجمهور معها. قتل مغني الراب الجنوب إفريقي كيرنان فوريس الشهير بأكا بعد تعرضه لحادث إطلاق نار قبيل إحيائه حفلا غنائيا قبل يومين. وكان من المقرر أن يقدم المغني عرضا في ملهى ليلي في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا، ونشرت مقاطع فيديو له وهو يستعد للحفل على الإنستغرام قبل ساعات من مقتله عن سن يناهز 35 عاما. أعلنت الشرطة المحلية وفاة رجل يبلغ من العمر 35 عاما ورجل آخر مجهول الهوية 34 عاما رميا بالرصاص خارج مطعم شهير في منطقة ديربان. وقالت الشرطة في بيان إن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف حاليا، مع الإشارة إلى أن الرجلين كان يسيران إلى سيارتهما بعد مغادرة المطعم عندما اقترب منهما اثنان من المشتبه بهم وأطلق عليهما النار من مسافة قريبة. وبحسب ما ورد فر المشتبه بهما من مكان الحادث سيرا على الأقدام، وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق في الحادث.
استقبلت النجمة التركية هازال كايا الشهيرة في العالم العربي بلقب فريحة مساء يوم الأحد بمولودتها الثانية من زوجها المخرج علي أتايا، واستقبل الثنائي نجلتهما في أحد مستشفيات إسطنبول وأطلق عليها اسم ليلى ثريا. أما ابنهما الذي ولد عام 2020 فقد أطلق عليه اسم فكرة علي. وظهرت هازال كايا وهي تحتضن ابنتها وتقبلها في المستشفى، وفي صورة أخرى ظهر معها زوجها علي أتايا وقد أخفى وجه الطفلة بقلب أحمر. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.